بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. حسام التنسيت حو أبو وحواد بره ليكم قدر السلام كبتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا يوم دي ملائكة للتاقيتو إيمان بملائكة. كان الإيمان ستة بيننا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيري وشري. أدي ترك لك على أن تقدر ديبا الإيمان بالله ديبا تهاجينا أدو ملائكته ديبا نتهاج لنا قلمي لن منا وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته. ميتهم ملائكة بيننا من قبي ملائكة عالم دي بقبلها لو توم ورب لها خلق يوم توم حنا ينأمر من ريامهم حنا وتوم رب العالمين للعبدوتهم وخصائص ناي ربوبية ألبوم وخصائص ناي إلوهية ألبوم خصائص ناي رب ألبوم وخصائص ناي الله ألبومني. الله سبحانه وتعالى خلق يوم النور خلق يوم وانقياد تام بوم أوامرنا رب العالمين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله سبحانه وتعالى بيلا: ومن عنده ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يلسانون الأرواح رب العالمين للا عبدوتهم ملائكة رب العالمين خلق يوم وكلف يوم ومن نور خلق يوم كمس اللي بيله وعدد كمان اليوم أورا يأمرون برب العالمين. عددنا يا ملائكة أورا يأمرون برب العالمين. ومن حديثنا أنس رضي الله عنه دي بقصة المعراج رب النبي صلى الله عليه وسلم حق الإسراء والمعراج بقيسة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يسلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذ خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. طيب وإيمان هيني أربع أشياء لا للطلب منيناتن لأن أربع أشياء ميتن أربع نقاط للدمانتن لإيمان بملائكة لن آمن بنا ميتن الأربع نقاط لن حتى بوجودنا يوم قلنا آمن بنا قلنا آمن بنا كمثل ملائكة حلي كالعيد كمان يعني إيمان بل آمرنا منه بس ميتو لما كمان قلنا آمن بدرويتو أولا بملائكة ذاتكم كمثل مخلوقين تم رب خلق يوم وهلو قلنا آمن بنا كالعيد من منه من ملائكة الأسماء يوم لآمرنا لما قلنا آمن بنا كمثل جبريل مثلا ناي وحيل إحنا نأمر يعني بجملة من جملة لهم آمرنا هنا زي جبريل أبو قلنا آمن بنا إنه تملك ناي وحيته مكلف ناي وحيته الله سبحانه وتعالى وحي ما تعالى دي بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن كمثل متي عن طريق جبريل اللي تكرر على دي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا إيمان كمان بصفات لنا يوم صفاتنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو إنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد صد الأفق. يعني 600 جناح ببيلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قتل سالسيت بصفت لنا أيو الرسول صلى الله عليه وسلم تصفت رأيو والتهيئة رأيو والنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوقته وهو جاويد. وقد يتحول الملك برضو يعني إلى